اخر فقرتنا النهارده فريده من نوعها جدا. احنا تعودنا لما حد بيتعب دايما بينزل المستشفى او بيروح عياده خاصه عشان يكشف. النهارده جايين نقول لكم حاجه جديده مختلفه جدا. لكل انسان او مريض محتاج يروح يكون محتاج يروح لمستشفى او محتاج ينزل يروح الدكتور، لا احنا وفرنا له كل ده وجبنا له الدكتور لحد بيتك. هيكون دكتور جوه البيت بالرعايه المتكامله، وكمان هيكون بكل الاجهزه الطبيه اللي ممكن تحتاجها، رعايه صحيه. ده غير نظام التمريض، ده غير نظام ان جوه متخصصين لمتابعه حالتك 24 ساعه متواصله. طبعا دي حاجه جديده جدا علينا وبنسهل لكل مريض ده جوه البيت. تعالوا بينا نرحب بضيفنا النهارده اللي منورنا في الاستوديو، الدكتور احمد محمد رزق، مدير مركز الحياه للخدمات التمريضيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ. منورنا النهارده في الاستوديو. منورك يا فندم. خلينا نتكلم مبدئيا عن فكره المركز. تمام، فكره المركز جت ازاي بالظبط؟ تمام حضرتك، او انا مش هقول استغلال، بس حضرتك انا بحاول ان انا اوفر مثلا على المريض على قدر الامكان ان انا ممكن اوفر له، وفي نفس الوقت اودي له العنايه 100%، يعني هعمل له رعايه كامله 100%، ما تقلش على المستشفيات، بالعكس تزيد. تمام، بوفر له تمريض، ممرضات، ممرضين، اكفاء على اعلى مستوى، كلهم خريجين بكالوريوس تمريض، وفي نفس الوقت اقل واحد فيهم ممكن يبقى مشرف عنايه. تمام تمام، ده بيوفر ايه على المريض؟ بيوفر جهد، مشقه، مصاريف، انتقال لمستشفيات، العينات كلها لما تعوز تسحب تتسحب في البيت، كل حاجه. كفايه الراحه يا دكتور، يعني كفايه الراحه النفسيه. انا كمريض لا قدر الله ببقى مش قادر اتحرك، فبيجي لي العنايه الطبيه لحد البيت، دي كفايه جدا بالاجهزه كلها طبعا. تمام. مونيتورز، اي سي جي، بالز، كل حاجه تبقى عنده. تمام، يعني مش على قد بس السماعه. لا طبعا، لا لا لا، كل الضغط. اجهزه العنايه تكون عنده بالظبط، كلها لكل التخصصات حضرتك. تمام، وعنايه كامله، دكاتره موجوده، تمريض موجود 24 ساعه، تحاليل يا دكتور موجوده. طبعا احنا المركز عندنا بيقدم ان هو متعاقد مع جميع المعامل اللي موجوده في المكان اللي في المركز. تمام، وجميع الصيدليات وجميع مراكز الاشعه بخصومات هايله، يعني انا مش بس بوفر لك عنايه كامله بسعر كويس، لا بوفر لك كمان صيدليات، بوفر لك تحاليل، بوفر لك اشعاعات، كلها بخصومات بتعدي ال 40%. حلو قوي يا دكتور، يعني هو ده السؤال اللي انا كنت حابه ابتدي بيه، برغم ان في كلام كتير جدا عايز اسالك فيه، لان الموضوع غايه في الاهميه وجميل جدا وفريد من نوعه. يعني انا سمعت عنه ان هو مشاريع طبيه بتتعمل كتير. تمام. او يعني بعض الاطباء بيلجأوا ليها كمشاريع مربحه وبتبقى حلوه جدا للطبيب. هو انا عايز اوضح ان انا يعتبر اول مركز في مصر. بالظبط. تمام، يعني حضرتك كمركز اول مركز بدا في مصر في التخصص ده. تمام. في النوع ده من العنايه الطبيه داخل البيت. تمام. الاسعار ده اي مشاهد دلوقتي بيتفرج عايز يعرف، انا لما اجيب الدكتور لحد البيت ده، انا لما بروح بدفع بتاع 300 400 جنيه عند الدكاتره، امال لما يجي لي البيت هياخد مني ايه؟ هو اول حاجه انا قلت لك فكره المركز ان انا اوفر على المريض المصاريف والرعايه الكامله 100%. اوكي، حضرتك قلت الصيدليات والعلاج دي خصومات لوحدها، يعني انا مثلا في مرضى التحليل. معايا في مرضى معايا مثلا ممكن تجيب دواء في الشهر ولا 2000 جنيه بالظبط، لما تعمل لها خصم 40% كل شهر. حلو جدا، لما تعمل لها خصم تحاليل 40%، لما تعمل لها خصم في الاشعاعات 40%. ممتاز، ده لاي فئه يا دكتور؟ كده لاي فئه، لاي فئه، لاي فئه. يعني مش مثلا تبع نقابات معينه؟ لا 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 لا، اي حد. تمام، اي حد بيتعامل مع المركز، اي حد بيتصل بالمركز بيبقى ده الكلام، بيروح له دكتور بيشخص حالته، بياخد طبعا الريبورتات القديمه. تمام. اي اشاعات عنده، اي تحاليل، بيبدا يمسك الحاله من الاول. وبنبدا ان احنا نبعت له تمريض بالاجهزه. تمام. بنبدا نعقم اوضه كامله، وبعد كده بنحدد اوضه للمريض هيقعد فيها. وبنبدا ننقل الاجهزه هناك، المونيتور، الاي سي جي، امبوبه الاكسجين، اجهزه الضغط. يعني بتعملوا له مستشفى صغيره كده على قده، كل حاجه في البيت. طيب بتغطوا كل المحافظات يا دكتور ولا مكان هو محدد؟ هو لغايه دلوقتي احنا ما غطيناش كل المحافظات. احنا لغايه دلوقتي بدانا في الزقازيق، وبعد كده في القاهره، وبعد كده في اسماعيليه، وان شاء الله الايام اللي جايه في المنصوره، بس لسه التوسع ما كملش للاخر. تمام تمام، فحابين برضو نوصل نقطه الماديات. لا احنا التكلفه بتاعتنا تقريبا يعني مش هتوصل 20% للمستشفى. في نقطه بالنسبه للماديات مهمه يا دكتور، بقى في مرضى كتير غير قادرين على الدفع او حتى يروحوا مستشفيات. ده انا اروح له بنفسي انا،
من غير اي حاجه بالنسبه للماديات، من غير اي مقابل خالص. لا لا، في لفت حاجه حلوه قوي في لما اتناقشت يعني مع الدكتور شويه في قبل الحلقه على خصوص السكريبت، في تقسيط. يعني ايمان بتسالك دلوقتي اللي معهوش ممكن يقسط لك اللي في جيبه دلوقتي وبعد كده يقسط. والله انا بقول لك هو لا، هو مش هيقسط خالص، انا مش هبعت له تمرين، هو فكرة انا هروح له خلاص اوريدي هيروح له يعني من غير اللي ما معهوش. وانا بنزلش الحالات بس اللي ما معهوش او غير مقتدر انا اروح. وانا رفعت على البيج عندي كذا مره، جميله جدا يا دكتور، وبرده مش انا لوحدي برضو. لا مش انا لوحدي برده، دي حاجه لازم تبقى فينا كلنا بالظبط، حاجه انسانيه. لو بصينا برده حضرتك لاننا نقدر نوفر للمريض يعني كل حاجه هتبقى كويسه، مش كل حاجه استغلال بيزنس بيزنس. مش انا لوحدي برده اللي كده يعني، الصيدليات، الاشاعات، تمام، التحاليل، نفس النقطه معايا. طيب وانتوا في الزقازيق معانا مدخله يا استاذه سهر. طيب اوكي، الو مدخله. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. انا محمد، اسمي محمد من الزقازيق. اهلا يا محمد، اتفضل. اهلا بيك حضرتك. انا كنت تعبان في فتره، ايوه تمام، واستخدمت مركز الحياه ده واتصلت بيهم وكده. طيب ايه رايك يا محمد؟ صراحه خدمه ممتازه جدا، جالي دكتور احمد. أيوة. كان رعايه معايا، رعايه ممتازه. وبصراحه الممرضين كانوا معايا هنا ممرضين ممتازين على اعلى مستوى. أحب أشكر مركز الحياة، الله يكرمك يا أستاذ، وأقول لهم ألف شكر جدا، وبصراحة يستاهلوا ألف خير. وناس كتير كانت عايزة تعمل مداخلات، وإن شاء الله برضه هيكلموكم إن شاء الله. يا محمد ميرسي جدا لمداخلتك، وميرسي يا دكتور أحمد بجد على الكلام اللي المرضى بيشكروا فيه في حضرتك، إن أصلا كمان حكاية الماديات دي متاحة، كفاية دي قوي حضرتك. يعني ما أنا ما قلتش لحضرتك، أنا بقول لحضرتك هو الموضوع مش بيزنس. اه لو البيزنس كان الواحد عمل له مستشفى بقى ويقدر بقى يجيب تمريض معاهد ويقبضهم بسعر قليل. بالزبط. لا احنا ما بنقدمش، يعني بنقدمش خدمه بسعر قليل لمجرد ان انا هجيب لك تمريض اي حاجه. بالظبط. يعني انا هجيب لك بيقول ان هو بكالوريوس، يعني بكالوريوس اعلى فئه في التمريض. بالظبط، ده دلوقتي بياخد 90 وحاجه، 90% يا دكتور، 96. طيب اتفضل. طيب يا دكتور، انا اعتبر ده اوبشن من ضمن مميزات المركز اللي هو الماديات. اكيد. في ايه تاني مميزات للمركز؟ نطلع مداخلة تليفونية ونرجع تاني. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أمو محمود، أهلا بيك. مشاركة يعني عايزة أتكلم عن الدكتور أحمد وعن فضل. المركز الحياة صراحة هو مركز ممتاز جدا، وكانت الحاجة عندي تعبانة وطلبت منه إن في واحدة تيجي تراعى الحاجة وكده، بصراحة جاب لي واحدة أمينة جدا ومحترمة وذوق. كان فين حضرتك؟ في أي مكان يا أمو محمود؟ كان فين يا ام محمود؟ في الزقازيق عندنا هنا حضرتك. ايوه في الزقازيق. ايوه في الزقازيق، ده المركز الام. يعني هي كانت بتعامل حاجه اكتر من والدتها. أوه. وامانه، والمركز كله بصراحه في قمه الذوق والادب، واجهزتهم جديده ورعايه بصراحه. يعني انا بشكرهم جدا على الوقت اللي وفاه مع الحاجه. الله يكرمك. الله يكرمك. متشكرين جدا. شكرا. يا حبيبتي ليكي اي استفسار. شكرا. تاني للدكتور. طيب معانا مداخله. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. انا معاكي مدام نهى من الدقهليه. اهلا بيكي يا مدام نهى، اتفضلي حبيبتي، ليكي اي استفسار؟ لا انا بس عامله مداخله بسيطه، بقول البرنامج ممتاز جدا، والكرو بتاع البرنامج المره دي كله ممتاز. ميرسي يا حبيبتي جدا، مذيعات لطيفه جدا كلكم، مدام سهى، مدام حنان، مدام ايمان، منورين جميعا، وكل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. وانت بخير يا مدام نهى، ليكي اي استفسار للدكتور ولا دي رسالتك؟ لا ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، متشكرين جدا. شكرا. يا حبيبتي تابعينا، اتفضلي. دكتور حضرتك كنت قايل من شويه ان العلاج او الموضوع ما بيقتصرش على ان انت بتاخد الاجهزه الطبيه بتاعتك وانك بتقيم الحاله وبتعمل ليها ريبورت او كده، يعني بيمتد الى العلاج، يعني انت بتوفر له كمان العلاج. طب دي حاجه حلوه، بوفر له العلاج علشان انا يعني المركز بتاعي هيعرف يجيبه لك بسعر اقل. انا كل همي ان انا يعني الحاله تشفى بامر الله، وفي نفس الوقت ما اكونش يعني حامل عليها جامد في السعر. يعني ما اكونش انا عبء عليها جامد في السعر. طب يعني هيكون ايه الفرق بيني؟ انا مش داخل الموضوع بزنس، الموضوع كله ان انا اقدر اوفر ضغط البزنس اللي بقى في كل حاجه حتى في الموضوع الطبي. بالظبط. تمام؟ يعني انا عشان اودي مثلا والدي عنايه هودي مثلا ب 3 4000 جنيه في اليوم. طب ليه ده كله يعني؟ والرعايه كام في الميه؟ انا لما يكون عندي عنايه فيها 2 تمريض. فيها 10 حالات، الرعايه تبقى كام في الميه؟ بالظبط 20%. معايا مداخله تليفونيه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. اهلا استاذ علاء.
ايوه فندم، انا اولا بشكر الدكتور احمد على الفكره العظيمه ديت اللي بجد ناس كتير قوي محتاجه لها، وبالذات ان يعني لو حد وراه ميتنج او كده، واحد من الناس زي انا بيكون وراه ميتنج او كده، ف يكون صعب ان انا اسيب والدتي كده. بس في سؤال بس للدكتور احمد، بس انا اتفضل يا فندم. هو دلوقتي انا لما بكون داخل مستشفى خاصه، معلش يعني انا اسف، بيبقى ايدي على قلبي من المصاريف وكده، فمعلش التكلفه هتبقى عاليه زي المستشفيات الخاصه وكده؟ احنا لسه كنا بنقول من شويه وهو وضح ان هو عنده استعداد حتى بدون تكلفه خالص، احنا لسه احنا بنوضحها دلوقتي. وبرضه باكد عليها تاني، موضوع التكلفه يعني ده بيبقى اخر حاجه خالص. تمام. يعني بيني وبين المريض هو في ريزيت بينزل، يعني انا بحاسب كل 10 ايام الحاله، الروستر بتاعها بيتقفل مثلا كل 10 ايام، فبنبدا نحاسب. يعني عمر ما حد ابدا رن على اهل حاله وقال لهم حضرتك في حساب بكره لازم يا اما الاجازه ما فيش الكلام ده خالص. في جزء انساني كبير، مش جزء انساني، هو ده الجزء المعتاد، هي رساله الطب يا دكتور، احنا متربيين عليه اساسا، مش كل حاجه بتتكلم ان هو مش بزنس. بالظبط يا ايمان، الحوار تمام، كله مش بزنس. بس طيب ليك سؤال تاني استاذ علاء للدكتور. الو، طيب شكرا شكرا يا استاذ علاء. عاوزاك تكلمنا عن التمريض المنزلي، يعني ايه هو التمريض المنزلي؟ التمريض المنزلي بوفر تمريض، ممرضات، ممرضين، اخصائي عنايه، تمام، يعني درجه مشرفين عنايه، لتوفير الراحه للمريض. اولا انا بوفر جزء نفسي كبير جدا على المريض، ان هو اساسا يتعالج في بيته. ده جزء من الامان كبير جدا، ده جزء من الراحه النفسيه كبير جدا ليه. بالظبط، يعني انا عندي مثلا 40 50% من الحاله بتبقى حاله نفسيه. ده في ناس بتقول لك يا دكتور انا عايز اموت على سريري، عايز افضل في بيتي كده. دي حاجه بالنسبه له هو بيتعالج، انا احط وسط عنايه فيها 14 واحد، تمام، وبيتاخد منه 4000 جنيه 5000 جنيه في اليوم، وفي نفس الوقت مثلا الرعايه بالنسبه له مش تبقى 20%، لا انت معاك تمريض قبل ما يكون معالج ليك بيكون جليس ليك. طب هي ليه في المستشفيات الخاصه 20%؟ لا انا اقصد 20% رعايه، ما انا فاهمه انها رعايه في العنايه على كل تمريض ممرض، الا اذا بقى اوضه خاصه للمريض. في المركز عندك في على إيه؟ هو ممرض على الحاله، ممرض على هو الحاله بتاعها. واحد بس. تمام. واحد بس، لما الحالات بتستدعى مثلا حالات مثلا بتبقى سمينه فيها اي حاجه بنجيب معاون للتمريض معاه، اللي يشيل واللي يقلب. اكيد في حالات بتبقى قرح محتاجه الرعايه على طول، وبعدين بيبقى فيه مع كل ممرض اكلاشي بيتابع ساعه بساعه عمل ايه، بيكتب لي ريبورت في الاكلاشي. تمام. طيب حضرتك قلت من شويه حاجه ظريفه جدا، بنعقم الاوضه، في عجاله بتعقموها ازاي؟ يعني دي حاجه جميله جدا برضه، يعني بتعملوا جو مستشفى. بنجيب بنجيب فريق كامل للتعقيم، هو اللي بيجي يعقم لنا. طب حلو جدا. نظام التعاقد بشكل سريع كده بيتم ازاي بينك وبين المريض؟ بيني وبين المريض هو بيتواصل معايا عن طريق مثلا، عن طريق اوصل له ازاي؟ زي ما ارقام التليفونات وكده. تمام. تمام. ارقام التليفونات، وبعد كده بنبدا نتعاقد مع بعض، بيكون في عقد اتفاق بيننا. تمام. بعرفه كل حاجه، وبعد كده ببدا ابعت الدكتور الاخصائي وببعت التمريض بعد كده، وبعد كده تمام نبدا نشتغل مع الحاله على طول ان شاء الله. نورتنا يا دكتور، ورسالتك جميله جدا، رساله انسانيه بحته، مجرد ان معظم حتى كمان السيدات الكبار في السن، الرجاله الكبار في السن، انت بتوفر لهم حاجه انسانيه بحته، والله ربنا حاجه روعه، يعني لا نزول سلم ولا طلوع سلم. اي حد. بعدين احنا مش مقتصرين على التمريض بس، احنا بعد ما نخلص بنبعت له اخصائيين علاج طبيعي لغايه عنده. تمام. انا ما استوفيتش لسه الاسئله بتاعتي مع حلقه حضرتك وقت الحلقه، بجد المركز فكرته اكتر من رائعه واكتر من انسانيه. حب حضرتك في حلقات مقبله ان شاء الله نستفسر فيها عن المركز بشكل اوضح، ونشوف ازاي بيتم التعاقد وازاي بيتم بالصور وبالحقيقه وباللايف كده قدام الناس. ان شاء الله تبقى في فيديوهات ظريفه تحضرها لنا كده، نشوف الدنيا شكلها ايه في المركز. نورتنا يا دكتور جدا النهارده. نورتيني يا ايمان النهارده، اشوفكم على خير أعزائي المتشاهدين، وكل مرة إن شاء الله يبقى معنا فقرات متنوعة وجميلة زيكم أعزائي المشاهدين. نشوفكم في حلقة جديدة، وتحية الستات.